فاكهه واش دردرت البسكوي يطلع. كامل نعرفوا البسكوي كيفاش يطلع. دونك تحب نفهمكم مليح البسكوي، لكن ان شاء الله بربي نديروا حصه خاصه بالبسكوي يوم نوري لكم، لانه الوقت راح لنا ديجا بزاف وحت سبقت نجري درت البسكوي يطلع خط الوقت ما يكفيناش. البسكوي واش درت فيه؟ درت 6 حبات بيض و150 غرام سكر وقرصه ملح، درتهم يطلعوا مليح. انا درتهم في بيتخان، اللي عندها باتور دير في باتور واللي عندها بيتخان دير في البيتخان. شوفوا السر تاع البسكوي، انا ما نحبش ندير له الماء والزيت وهذاك. كاين واحد البرودوي شيمي كيديروه له واسمه الميكسو، يديروه لي باتيسي باش ما يقعدش غير يطلع. كيدير هذا الميكسو هذايا ما يقعدش غير يطلع. شوفوا هنايا كي نقاطع البيض رحت درت البيض والسكر. شوفوا 6 بيض مع 150 غرام سكر، شوفوا شحال طلعوا الله يبارك، راهم قريب يلحقوا الكامل لو بيتخان تاعنا. واش درت لهنايا؟ طلعتهم مليح. السر تاعو انه يطلع مليح. ولهنا عندي الفارينه والفانيلا، 150 غرام فارينه وملعقه فانيلا. الفارينه نديرها على زوج دفعات. شوفوا لهنايا لازم تعرفوا كيفاش دخلوا الفارينه، نراكليو ونجبدوه من التحت، لانه الفارينه حنا كي درناها دوكا هو تالما خفيف هي تحبط ديريكت لتحت. تبعوني ها، ماشي حاجه مع الوقت توالفوا. اون ميم طون راني نخدم بالعقل، ما تشوفونيش هكا راني نزرب لانه انا والفت نخدم. شوفوا راني نطلع من تحت، شوفوا كشي تطلع معايا الفارينه، لانه الفارينه تروح تتخبى لتحت في الوسط. شوفوا انا راكلي وندخل لتحت للوسط ونطلع. شوفوا كي نطلع دائما تطلع الفارينه، لانه الفارينه تتخبى لتحت. انا راني نزرب لانه نعرف انا والفت مشات يدي. اللي موالفينها باينين، المبتدئات روحوا غير بالعقل، ومن داك من داك دوروا لو بول تاع البيتخان هكا وواسعوا حتى كي تدخلوا الملعقه ما تطلعش الفارينه. عرفوا باللي الفارينه تاعكم دخلت. دخلت الجزء الاول، نزيد الثاني بالصفايه. جامي ديروا البيسكوي ولا لا جينواز بلا صفايه، لانه كان ديروهم على خطره البيض هذاك حيحبط. بالصفايه يحبطوا اون ناجي، يحبطوا بالعقل ما يحبطوش الخليط. اون ميم طون الفارينه تزيد يدخلها الهواء باش البيسكوي تاعنا يجينا خفيف. شوفوا العمليه اللي راني نديرها، نراكلي وندخل للتحت ونجبد من الوسط ونطلع هالا. بعد ما توالفوا هذه العمليات ويجيكم سهله مع الاول كامل نخافوها. قلت لكم كاين لي بيسكوي اللي يزيدوا لهم الزيت لا لوفور الماء، كاين قلت لكم واحد البرودوي شيميك كما يزيدوه الميكسو. هذاك البرودوي شيميك فيه بزاف اضرار، انا ما نحبوش. مادامنا نخدموا حاجه في الدار ماذا بينا نخدموا حاجه بروبر ومليحه هالا. شوفوا خلاص كي ندير هكا ما نلقاش كامل الفارينه، معناتها البسكوي تاعي راهو واجد. خدموا غير بالعقل، انا لهنا نزرب لانه والفت ما نخافش عليه. نتوما بالك طيحوا هذاك الهواء اللي درتوه بالبيتخان ولا بالباتور. لهنايا كي تشوفوا ديروا الباتور تاعكم شوفوا البيض طلع شويه تحبسوا. نو ما تحبسوش، قعدوا حتى يتخيبل الفوليوم، يتضاعف لكم الحجم 3 مرات ولا 4 مرات يطلع مليح، تما البسكوي تاعكم عرفوه بلي راهو رايح ينجح. هلا نجيب بلاطو يروح للفوق. لهنا ما عباليش بلاطو اللي عندكم باش نقدر نعطيكم مقادير تاع البيض، لكن مع الوقت توالفوا البلاطو شحال يرفد لكم من البيض. نجيب انا هكا بلاطو، عفوا ندير بابي كويسون. بابي كويسون ضروري لانه البسكوي يلصق. الفور كنت شعلته على 180 درجه يسخن. البسكوي شوفوا ما يلحقش 12 دقيقه طياب. هالا ندير هكا سما سا ديبون. مثلا انا الفور تاعي وهذا الفور اللي هنايا 8 دقائق يكون البسكوي طابلي، دونك سي با لا بين شغل تخلوه يفوت هذيك 12 دقيقه ولا قعدوا تعسوا عليه حتى توالفوا الفور تاعكم. مثلا اول مره درتيه قعدي تعسي وتحسبي الوقت، قال طابلك في 8 دقائق نولي نطيبو في 8 دقائق، طابلي في 10 دقائق نولي نطيبو في 10 دقائق. هلا ندير هكا مليح لو بيسكوي، حاولوا تخرجوه من الجناب. انا لهنا درت 6 بيض لانه حندير كميه قليله، اللي يحبوا يديروا خبزه كبيره يدوبليو هذه الطريقه، يسحقوا 3 بلاطو ولا باش ديروا اون شارلوت. هلا نجيب البسكوي تاعي ونفرغه غير بالعقل. هلا شوفوا راني نفرغ في الوسط، ما نروح لا لي كوتي لا والو. بعد ما نكمل
نمشي هاد البسكوي ديالي. شوفوا لهنا راهو فيه الهواء الفقاعات البسكوي تاعي لهنا طلع ملاح. قلت لكم حنا في الدار نطلعوا شويه البسكوي نقولوا خلاص هاو طلع، من بعد كي يدخل للفور يحبط يولي لكم يابس حطبه صافي ما كوش طلعوه ملاح. انا شتوني شحال طلعته تقريبا واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق في البيطخه هو يطلع. سما لا عندكم باتور راكو حين طولوا شويه حتى تشوفوا هذيك الرغوه الدوبلات 3 فوا ولا تريبلات عفوا باش تحبسوا الباتور. ومثلا ماشي بديتوا البيض من بعد تجيكم كشعفسه تحبسوا وتعاودوا تروحوا تطلعوا، لانه هذاك اللي طلعتوه طفيوا الباتور تعاودوا تولوا ليه راهو رايح يحبط لكم. لهنا نحاول نسوي كامل عفوا باش يجيني كامل كيف كيف، شي جهه طالعه وجهه حاطه. فوالا انا عندي لهنا الجهه يخشينه هادية، هنا حيجيني البسكويت شويه خشين لانه البلاطو هدايا شويه صغير. انا في الدار ندير 6 بيض يجيني الكميه مليحه. نحو هاد لوبال هنا كملنا معاه. واش ندير هادو الفقاعات لو كان نديروهم في الفوق راهو راح يتنفخ لكم هكا، غير تخرجوه البسكويت يحبط لكم. الوغ واش نديرو حنايا نحكم هكا ونخبطوه. كي نخبطوه هذوك الفقاعات اللي من الفوق تشوفوهم كامل ترتقوا، معناتها الهواء راهو خرج. انا في الدار ندير هكا واحده زوج ثلاثه يخرجوا الفقاعات نبعثوا يطير. قلت لكم ما يلحقش 12 دقيقه، سما غير يلحق 8 دقائق بداو تعسوا لو بيسكوي ديالكم. عندي البابيي شويه خرج لي من لي كوتي الوغ نسقمو فور فانتيلي لهنا يساعد باش يطيبوا هاد لي بيسكوي. ايتو لي ما عندهمش طيب في الكويزينيه عادي، انا لهنا راني حنديروه على 180 درجه فانتيلي من الفوق ومن التحت. لي ما عندهاش من الفوق ومن التحت ما عندهاش فانتيلي تشعلوا كي تشوفوا نشفوا طاب تشعلوا زوج دقائق من الفوق يا حمار هذيك الطبقه اللي من فوق تحمر وطفيو له. لهنا واش حنسحق؟ حنسحق كريم باتيسيير عاديه. واش درت فيها؟ درت فيها نص ريت الحليب، ما حاش نخدمها قدامكم لانه لي كريم باتيسيير خدمنا بزاف معاكم. نص ريت الحليب، 120 غرام تاع السكر، 60 غرام مايزينا، زوج حبات بيض، وهذا ما كان. واش ديروا بارد في بارد؟ هذه ماشي كيما اللي درتها لكم مع الميلفاي. حكمت نص ريت الحليب، درت 60 غرام مايزينا، زوج حبات بيض، 120 غرام سكر، خلطتهم بارد في بارد ودرتها طيب. بعد ما عقدت غلفتها كيما مال فين تبعوا معايا كاع لي زيتاب. حنا ماذا بينا تقعدوا دائما تبعونا باش ما مثلا انا المره الجايه نقول لكم كريم باتيسيغ ما عندكم الوصفات تاع كريم باتيسيغ، نقول لكم بيسكوي نجيبوا واجدو نبدا نمونطيو برك باش يسمى تشوفوا كامل لي زيتاب. بصح لو كان اشاك فوا نقعدوا نعاودوا في كريم باتيسيغ وبيسكوي ما راحش راح نافونسيو. الو قلت لكم نص ريت الحليب، زوج حبات بيض، 120 غرام سكر، 60 غرام مايزينا، ملعقه فانيلا، خلطتهم بارد في بارد ماشي كيما اللي درناها اللي درتها لكم. قلت لكم هذيك الي بون وفيها مقادير بزاف، هذه اقتصاديه. بعد ما طابت غلفتها وخليتها بردت. كي بردت واش درت لها؟ راكم تشوفوا اللون تاعها راهو مبدل. درت لها قطره تاع عطر البنان وعطر الموز. برا يديروا لها عطر البنان وعطر الموز مع الفاكهه تولوا تقولوا واش انا ناكلو، هما ما يديروش عطر واحد، يديروا عطر البنان وعطر الموز. ومن بعد ديروا كي تبرد مليح ديروا لها عطر البنان وعطر الفراز، عطر البنان وعطر الموز هما يفكروا فيا، عطر الموز وعطر الفخاز قطره قطره برك وخلطوهم حتى تحصلوا على هكا. واش تزيدوا لها؟ تزيدوا لها كاس شانتيي بارده تخلطوها مليح باش تحصلوا على كريم ديبلومات، كريم باتيسيير عادي. بعد ما بردت زدت لها كاس كريم فخاش اللي كنت طلعته كريم شانتيي كنت طلعته بالماء بارد، وزدت عطر الموز وعطر الفخاز. ها هي لا كريم اللي تحصلت عليها، تشموا فيها واحد الريحه ما تفهموش الا فخاز ولا بانان. ها هي فوالا. لهنا حنسحق الشانتيي باش نكوفري بها الكاطو تاعي. نسحق سيغو اللي كنت درت فيه كاس سكر، زوج كيسان ماء، وان ترونش تاع قارص. بعد ما يغلي نحسب له 5 دقائق ونطفي له، نزيد نعصر عليه هذاك القارص ونخليه. لهنا الفاكهه، اي فاكهه عندكم؟ انا لهنا عندي كيوي، لا فخاز ما لقيتش، كانوا عندي قطع تاع الفخاز نطيبتهم شغل كونفيتور جبتهم، قلت معليش زيدوا يعطوني البنه. وعندي لانانا قطع تاع انانا قطعتهم قطع صغيره. لو طون البسكويت تاعنا راهو يطيب، نروح انا نوجد هذوك لي ماغنوم نقول لكم واش فيهم. ندير الماء يذوب الشوكولا، نسحقوا ما كاش اتصالات اليوم هذا وفقت لي ما كاش اتصال.
هلا ندير فيها الماء يذوب الشوكولا، نسحق شوكولا الوجدان بيضة. كاش هنا قدامي كاش شوكولا، بون لهنا كاين نص علبة برك. من فضلكم بعثوا لي شوكولا الوجدان بيضاء، ياك تسمعوا فيا. هلا ندير هذا هنا ونجيب البول ولا بون ما نريسكيش كيما لا ديغنيغ فوا درنا البول، نديرو هنا الشوكولا قولوا لي بوك الا سمعتوني على الشوكولا ما كاش اللي يسمع فيا. الو ناخذ اول اتصال نهار اليوم. الو 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 مساء الخير. مساء الورد والياسمين. مساء ناتيا. مساء النور. مساء الكل ان شاء الله عليك. الله يسلمك، واش راكي لاباس؟ ماريا سي مريم بليده. مريم بليده. نعم. مرحبا بك ماريا، واش راكي؟ وبيك يعيشك الحمد لله، واش راكي انتيا؟ الحمد لله سوال عليكم. عايله بخير. لا بس تقطع عليك الخير. عيت باش نشكرك. لا شكرا. على الوصفات اللي تقدميها. لا شكرا على واجب حبيبتي. ونقول لك يعطيك الصحة. بلاد بارك مين. الله فيك. فيكي بركة يبارك فيا يامك إن شاء الله. وبمناسبة هذا النهار اللي إن شاء الله تربح فيه الجزائر، حبيت نتمنى لك إن شاء الله وليد الحلال وليد الفاميليا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، شكرا حبيبتي، ربي يحفظك. والله نحبك في الله. يحبك ربي والنبي يحبك ربي اللي حبيتيني فيه، ربي يحفظك. يسلمك يعيشك ان شاء الله، ربي يعطيك صحيحتك ان شاء الله. امين يا ربي. ممكن بس نقدم اهداء؟ تفضلي بيان سي. نقدم اهداء للزوج تاعي ربي يحفظه ان شاء الله، ونقول لك بارك الله فيك وان شاء الله اليوم نفرحوا كامل الشعب الجزائري ان شاء الله يا ربي. ربي يبارك في ايامك ماريا. يسلمك يعيشك، روحي بسلامه. شكرا عزيزتي، اتصلي بينا دائما. يسلمك يعيشك. يعيشك شكرا. نعم. لهنا عندي شوكولا باتا غلاسي الوجدان، شوكولا بلون، هذه بزاف بنينه انا نحب نخدم بها. درتها دوب في حمام مائي. قلت لهم نص جابوا لي زوج بايض، ما هذه تاع ناكلوها من بعد. هلا الماء راهو يغلي، ندير شوكولا دوب. البيسكوي ما طولش بزاف في الطياب لانه الفور هذا قلتلكم بزاف سخون. علاش قلت لكم؟ شوفوا هما يقولوا لكم البيسكوي 12 دقيقه ويطيب. شوفوا هنا لهنايا هاوليك ما طوليش في الطياب. هلا خلوه يبرد شويه، نغلق الفوق. اليوم راني سباق مع الزمن لانه ضاع لنا الوقت من قبل شويه، لكن معليش الوصفات اليوم واضحه. هاكو والفتو معنا كريم باتيسيير بيسكوي. لهنا نورمالمون البيسكوي يبرد. عفوا قطعته، معليش نخليه يبرد شويه ونجنح. فوالا لهنا اللي عندهم غرياج يجيبوا غرياج ويحطوا عليه البيسكوي يبرد لكم احسن. فوالا نروحوا لهذوك لي ماغنوم، نسحقوا المول هكا تاع لي زيسكيمو، ونسحق لي شوكولا بلون. هاوليك المول هذا راه متواجد في الاسواق. نسحق شوكولا بلون نديرها دوب بلون ولا نوار. بون انا كما حنديرهم اليوم هدرت التام على الجزائر. نتوما عندكم اي تام، مثلا عندكم سابع شوكولا هذه لونوها بالغوز، عندكم سابع تاع ولد شوكولا لونوها بالازرق، حبيتو حاجه ماغون ديروا شوكولا نوار. ثم لهنا يرجع على حساب التام اللي كون حابين ديرو. انا كم درت اليوم كلش على الجزائر، ثم حنسحق في الابيض. فوالا هذا المول بعد ما تذوب هذيك الشوكولا راني حندهنو بالشوكولاته البيضاء. واش حندير له لداخل في الحشو؟ شوفوا لهنايا عندي لهنا جاطو شوكولا. شرو اي جاطو ترحوه وترحو معاه بندق ولا لوز ولا جوز ولا اي حاجه تحبوها. ماشي ما باليش شحال كيلو، شحال راكو حابين ديروا. كيما انا راني حنوري لكم برك، عندي كميه قليله، عندي جاطو رحيتو ورحيت معاه كميه. راكو تشوفوا لهنا الجوز واللوز، اي حاجه تحبوا تضيفوها له هنايا، جوز لوز حلوه الترك ديروها. انا ما نحبش ندير حلوى الترك، شريت كاطو يكون نوعيه مليحه وبنين. زدت رميت له كاس خليط ما بين بندق وجوز ولوز،
لهنا الجوز واللوز يبقاو اختياري. حبيتوا ترموا الكاوكاو حلوه الترك ارموهم باش يزيدوا لكم البنه. ما حبيتوش تشرو الكارطو هاد البيسكوي بعد ما حنخدمه واش حيصرى هاد لي شوت حنا رانا رايحين نحوهم. الا ما حبيتوش تبدروا وتشرو الكارطو هاد لي شوت تحكموهم وترحوهم. شوكولاته البيضاء ما تغفلوش عليها تتحرق تمتم. شوف نتوما عاونوها الدوب نحيها من النار وخليها تكمل الدوب هنايا. قلت لكم لهنا لي ما يحبش يشري كاطو هاد لي شوت تاع هاد البيسكوي تاعنا نقطعوهم وتحكموهم ديرهم في الثلاجه يتجمدوا. بعد ما يتجمدوا هاوليك شوفوا خفيف ريشه البيسكوي. شوف شوفوا الهوالي فيه شوفوا شحال خفيف. هادوما لي شوت ديروهم يتجمدوا وترحوهم وتخدموا بهم هادوما ولا تخدموا بهم بنيون ولا المهم في المطبخ حاجه ما تترمى. واش حندير لهنايا نجيب شوكولا اتارتيني غوتيلا هادية ونلم بها هاد الخليط ديالي اللي هو عبارة عن كاطو او شوكولا مرحي مع جوز ولا لوز وبندق. انا درت جوز ولوز وبندق حمصتهم ليجيرمون ودرتهم معاه. ما عندكمش زيدوا حلوة الترك وديروا كاوكاو محمص ما كاش حارج. ندير هاد الشوكولا ونحاول نلم هاد الخليط ديالي. لهنا حاولوا كي ديروا هاد المقادير تشرو كاطو يكون نوعيه بنينه ولا ديروا هكا لي بيسكوي ولا لا جينواز اللي عندكم رحوهم في الدار ولا كاش كاطو قاعد لكم في الدار حمصوه باغفوا يقعدوا لنا هكا لي كاطو ما ناكلوهمش حمصوهم ورحوهم وخدموا بهم البنيون ولا خدموا بهم هاد الحوايج. ليسونسييل حاجه ما تترمى. شوفوا لهنا ندير غير بالعقل كي تلم لي الخليط راني درت غير بالعقل ما ديروش على فوا باش ما يجرالكمش. ريحة البندق محمص راهي تريح ما شاء الله. اللي ما حبش كي تكون عندكم مناسبه هاي باينه ديروا يا جوز يا لوز ولا اللي حب يديرهم هكا في الدار عندها انيفرسير تاع وليدها ولا بنتها دير غير شويه كاوكاو وحلو الترك. وشنو الكاطو شرو نوعيه مليحه. انا درت خيرته شوكولا من الداخل لانه كامل الناس تحب شوكولا. حبيتوه فاني اشرو كاطو فاني ولا اي كاطو مالفين ترحوه وتستعملوه خدموا به. نزيد فيها شوكولا ولموها هكا بشوكولا غوتيلا هاديه بزاف بنينه حتزيد لكم ذوق رائع لو كاطو ديالكم. فوالا نلم هكا ونشوف الخليط تاعي لهنايا ماهوش حيتلم بهاديه زعما حبيت نوازي بها مش عليه. نلم بيدي باش نعرف اسكو نزيد ولا لا. شوفوا مكاش كيما اليد هاو الخليط بدا يتلم منا. لهنايا البيسكوي لها رحيتوه لازم يجمد. شوفوا الكاطو كي نشروه من برا ونرحوه يترحالنا لكن البيسكوي جمدوه باش يترحالكم شباب ما يتعجن لكمش. هاوليك الخليط كيفاش تحصلت على اون بول هكا ملمومه. فوالا عندي باراسي شويه هاد لو بلون نجيب هذيك الشوكولاته البيضاء شوكولا كيفاش تلصق في اليد سبحان الله. على بالي كنت حابه نخدم غير بالملعقه باش ما نحصلش هكا في يدي. واش عليها نفريتها اليوم اتصالات كاع لاتين وقيله ما يوجدوا العشاء على البكري باش ما يعيطوناش. يوم كامل ناضوا صبح بكري خدموا شغلهم داروا العشاء كاين جبل ربي غير حنا لنا بالراحه وتامنا لا. هلا نحكم هذيك الشوكولاته البيضاء اللي ذوبتها ونحكم هذا المول تاعي تاع الاسكيمو ولا لي ماغنوم وندهر ندير هكا طبقه. هلا هاوليك ندير طبقه وبعد نقعد ندير في هكا الشوكولا. فوالا لهنا الشوكولا سخونه واش حيصرى نستناوها تشد روحها شويه ومن بعد باش نزيدو الطبقه الثانيه. ديروا طبقه مليحه وبعد تسناوه يجمد باش تزيدوا الطبقه الثانيه. في الطبقه الثانيه تفيريفيو ولا ما درتوش الشوكولا مليح ولا هاكو رايحين تزيدوها. شوفوا غير تبدا تشد الشوكولا روحها تشوفوا لي ديفو لي كاينين في المول. انا خدمتهم صباح باش نربح الوقت. الو ناخذ الاتصال هدايا. الو الو وي سلام
سلام، شراكي؟ وشراكي نادية؟ الحمد لله، سوال عليك عزيزتي. والله غير لاباس، حس وحشتك بزاف بزاف. توحشك الخير والهنا، ما انا توحشتك. صباحك لاباس، اكيد مليحة. والله غير الحمد لله، سوال عليك. الحمد لله. عرفتيني؟ اني نعرف في صوتك بصح ما عرفتكش. معك نورة تاع تيار تاع قصر شلالة. وش راكي نورة، لاباس؟ والله غير الحمد لله لاباس. يا شام خياتك، داركم لاباس؟ والله غير كامل يسلموا عليك. انت وش راكي، وش اخبارك؟ الحمد لله، سوال عليكم عزيزتي. والله غير الحمد لله، على الله يبارك بصح ما شاء الله عليك. يبارك في سلامتك، يعيشك. نقول لك يا سيف نادي، وش نقول وش نخلي؟ نعم، قلت لك وش نقول فيك وش نخلي؟ الله يبارك، كل اطباقك هايله، كل حاجه ديريها هايله. شكرا عزيزتي، ربي يحفظك. هذاك الطابع تاع اللي جبتي مع لبس كل ساريه من قبل، بصح ما نستعملوش بزاف، ما لقيتش شغل كيفيه في الخدمه. مي دار وقت راني معاك، راني نشوف فيه. قلت لك يا قصدي روحي جبديه باش نخدمه. مانيش نسمع في الاتصال. اكيد سمعتي. رفعي برك شويه صوتك، مانيش نسمع فيك ملاح. قلت لك هذاك المول تاع اللي جيت كيمو. اها، في جات حتى عندي انا من قبل، بصح ما نستعملوش بزاف. ما خدمتيش؟ ضربه في السكنتيه، قلت والله غير اليوم نخدم به الكيفيه. ما خدمتيش به كامل واقيله؟ لا لا، منين جاك نخدم به بصح ما عنديش شغل، لا وصيت ما عندي. هاي جاتك الوصفه. ربي يحفظك، صحيتك منوره، وان شاء الله يا ربي نفرحوا كامل بلانجيني مع العشوه. يعيشك حبيبتي، ربي ينور ايامك. ان شاء الله يا ربي. زيدي سميه ما يسمعك. اليوم سمية ما جاتش، ان شاء الله خير. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. معكم لا حلو، بلي توجور معايا. انا عيط قبل ما تحس عيط، صح ما حكمت غير اليوم. كيفاش مش عارف كيفاش تحكم اليوم؟ ما قعلاتين غير بروفيتي باش تحكمي. صح انا ما ننساش شروق، الله غالب انا نعيط. يعيشك، ربي يحفظك. يا زيدي اخبارك مليحه؟ الله مني نسمع فيك مليح يا نورة اختي. قلت لك راكي مليحة، راكي مليحة. الحمد لله، الحمد لله يا ربي، سوال عليكم. والله غير الحمد لله. ما عندك وصفة تطلبيها ولا عيطي غير تسقطي علينا؟ شوفي نعيط نسقطي عليكم، انا كي نسقطي عليكم وانتم لاباس، انا ما عنديش ندور. صافي كاع راكم ديروا الاطباق اللي رانا نحوسوا عليها كامل، الحلويات الاطباق. شكرا حبيبتي، سقطي عليك الخير والهنا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو شاف ناديه، نقول لك بارك الله فيك وربي يعطيك ما تتمناي. امين واياك حبيبتي. ربي يمسك وربي ان شاء الله تكونوا كاع كامل، كي المخرج كي اللي في الصوت كاع التصوير كاع، ربي يحفظكم. شكرا عزيزتي ويحفظ لك. مانيش نعطيك تولويله. يلا نديروها فال. ان شاء الله. هذه في خاطرك وفي خاطر كامل طاقم الصوره. شكرا نورا، ربي يحفظك، ان شاء الله نربحوا عليك. ربي يحفظكم ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. هيا باي باي. سلمي لي على سوكي كي توكي مع سوكي، تفكرني قولها نورا تاع قصر سلاله هاي تبلغ لك السلام بزاف. يسال عليك بالخير حبيبتي، شكرا. باي باي حنونتي، يعطيك الصحة. سلامة، الله يسلمك. بالسلامة، يعيشك. ان شاء الله نتفائلوا بهدتوا الويلام. يقولوا لي ليكيب بلي سمية مريضة، ندعوا لها كامل ان شاء الله بالشفاء. بون نحكم البسكوي تاعي نورمالمون لهنا تكون عندي طرشونه نقلبو فيه. انا ما عنديش طرشونه. شوفوا انا البسكوي ما نخافوش، لانه تعلمت حاجه في الدنيا، الكاطو هو اللي يخافني. تعلموا هذه الحاجه تولوا تنجح لكم كل حاجه. كاين اللي كيشوف البسكوي يسمع البسكوي شغل كش ما سمع. ها هي شوف، عفوا هاني ضربت روحي بعين. شوف هلا، ها البسكوي تاعنا راهو واجد طايب خفيف لهنا. بك اقلبوه فوق بابي كويسه ولا فوق طرشونه، وكي ديروه يبرد ديروه يبرد فوق الكرياج، لانه كي يبرد فوق فوق سنيوات تحسوه شغل يتندى من تحت. فوالا المول تاعي درتو في الفريجيدار يبرد. نقلب البيسكوي تاعي. شوفوا لهنايا انايا البيسكوي راهو سخون راهو يتكسر لي، لكن نتوما في الدار خدموا بعقلكم، حطوه يبرد لكم فوق الكرياج، ما يهمش هكا يتكسر لكم، لانه حنسحق اون بارتي ميم حاجه هكا مكسره. ماشي تشوفوا في الحوانت تقولوا او لا باتيسري بنينه شابه، من الداخل تكسر لهم اي عفسه يقدروا يديروها لهنا. دونك يتكسر لكم يتشقق لكم شويه ما عندكمش مشكل. فوالا نروحوا للمونتاج تاع هذا لوبيسي. انا راني حندير غير بهكا مول مستطيل، حبيتو كاري حبيتو مدور اي حاجه حبيتو ديرو بها ديرو بها. تحقوا هكا ان كارطون خدمو به. نحكم لو بيسكوي ونقطع بون، نسحق لهنا ثلاثه، نحاول ندير قيس ثلاثه هكا. هلا هلا
هذوك لي شيتلي قعدوا لكم من البسكوي دائما واش ديروا بهم؟ تخبوهم كيما هكا، لموهم ديروهم يتجمدوا وريحوهم، حتخدموا بهم يا البنيون يا هاد لي زيسكين. لهنا كي تقطعوا قطعوا بلا عقل، شوفوا هكا ما ديروش، حاولوا ما ديروش هاد الحركه بزاف، نزغدوا بزاف المول، البسكوي راهو رايح يصغر لكم لداخل. هنا سحقت ثلاثه لهنايا، انا قطعتهم. شوفوا البسكوي جا خفيف وجا شباب بلا هذوك لي برودوي شيميك بلا حتى حاجه. هنا نعاونوا بالموس هكا نحي الزوائد. هنا نجيبو هنايا، نجيب شويه تاع شانتيي، نحط هكا، نحط المول ديالي ونحط هاد الطبقه، نحطها هكا هالا، ندخلها هكا مليح، نوجد الطبقات الاخرى. لي شوت هادو جامي ترماو، تخبوهم تخدموا بهم واش قلت لكم، سوا لي زيسكيمو سوا تخدموا بهم هذوك لي بوب كيك. بوب كيك هكا لي بوب كيك هذوك تاع لي زانيفرسير اللي يديروا لهم هذيك العتيج هكا. المهم هادو يتخباو، ميم لي فخوي اللي اللي علمتهم لكم غير كيما قريتهم لكم، علمتهم لكم يتخدموا بهادو لي شوت هادو، هما جامي ترماو. هذه الحاجه المليحه في لاباتيسري، كل حاجه يعاود يغوسيكليوها لاباتيسري، ما يخسروش فيها لانه البلوندور يخدموا به حاجه واحده اخرى، هاد لي شوت يخدموا بهم حاجه واحده اخرى. واش ندير لهنا؟ نجيب لو سيغو اللي كنت طيبته من قبل. هالا لهنا لا شريتو لانانا هذاك لو جو تاعها، زيدوه لهاد لو سيغو تسقيو به. لانانا هذيك اللي تباع في لي بواط يجي فيها هذاك الماء، ديروه لهنا مع هاد لو سيغو، شمخوا به لو بيسكوي ديالكم. هالا نشمخ مليح قد ما تشوفوها حبط، الا تحبوها مشربه كثروا، الا ما تحبوهاش مشربه روحوا معاها غير بالعقل. واش ندير لهنايا؟ ندير طبقه تاع الكريمه، نجيب لا سباتول. لهنا كي تكون المول غامق دائما ديروا بلا سباتول كودي، هذه نسموها لا سباتول كودي. واش معناتها؟ فيها معوجه لهنا، فيها ان كود، ها هي تجي هكا معوجه، لانه كان تكون هذيك طويله ما تقدروش تخدموا بها. نحاول نمشي هذيك الكريمه غير بالعقل بلا ما نقيس لو بيسكوي ديالي. هالا الكريمه لهنا بذوق الموز والفراز راهي تريح واحد الريحه بزاف بنينه. هالا ديروا طبقه ماشي خشينه وماشي رقيقه فغيمون. واش ندير؟ نجيب الفاكهه، نحاول نوزع هكا طبقه تاع فاكهه. الفاكهه لهنا ترجع لكم ليكم شحال راكو حابين ديروا. شتوها كي نشرو برا ما نشوفوش كامل الفاكهه، نشمو غير الريحه تاعها، لانهم باش يخرجوا فيها يديروا كميه قليله تاع الفاكهه. هالا ديروا اي فاكهه عندكم، المهم ما ديروش فاكهه بزاف اللي تطلق الماء كيما تشينا والاخر، حيشمخوا لكم بزاف لو بيسكوي. لا درتو تشينا ولا البيسكوي تاعكم ما تشربوش بزاف. لهنا قلت لكم انا لا فخاز ما عنديش، عندي قطع تاع فخاز مطيبين في الدار شغلكم كونفيتور، درتهم قلت باش يزيدوا البنه، لكن لهنا قطع ماشي كونفيتور اللي طيبوه في الدار، عندي قطع مطيبتهم في السكر قلت نستفاد منهم وندير بهم هذا. تنساوش كي تخدموا الفاكهه ما تنساوش الطبقات الاخرين تخلو لها. نروحوا للطبقه الثانيه، شوفوا هذه اللي مقطعات لي شويه نديرها في الوسط، دائما الطبقه الفوقانيه خلوها هكا شابه. شوفوا شوفوا البسكوي شحال هو الشباب وخفيف، بون راهو سخونه ويبان لكم شغل تعجن لكن خفيف وشباب. نروح للطبقه الثانيه نديرها هكا بالمقلوب، ماشي هاد الطبقه نديرها هكا، علاش؟ لانه هاد الثقبات هادو مالي كاين هنايا كي نشمخ هكا بالسيغو راهم رايحين يشربوا لي مليح احسن ما ندير الطبقه الفوقانيه. تبعوا معايا طريقه سهله برك، حنا كومبليكيوها على روحنا. تكون عندكم انيفيرسير ولا اي مناسبه مع باليش تحبوا ولادكم انيفيرسير يدوها معاكم للمسيد ولا، واش نديروا؟ خدموا البيسكوي في الليل، ديروا كيما ندير انا، نخدم الكريمه نطلع لا شونتيي نوجد الفاكهه البيسكوي وندور غدوه من داك ندير المونتاج. ناخذوا اتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راكي شايف؟ لاباس الحمد لله، سؤال عليك حبيبتي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، يعطيك الصحه على الوصفات. بلا جميل، انا دايمين حاله بالمقروط. ها سيتي هذاك تاع تلمسان سيتيه؟ اكيد. يعطيك الصحه، نجحت لك الوصفه. ايه يعطيك الصحه. الحمد لله بلا جميل، يصحح ايمانك عزيزتي كاش ما كي حابه كتشوفي. لاباس صافا الحمد لله، هاي مريضه شويه اليوم.
ربي يشافيها ان شاء الله. امين يا ربي وشافي كاع المؤمنين ان شاء الله يا ان شاء الله يا ربي. قولي لك شما كي حابه كاش وصفه ولا؟ الله غاداكم كفين وفين يعطيكم الصحه. يسلمك بلا جميل. كاش سيتي غير المقروط ولا كاين كاش حاجه سيتيها؟ لا كاين كريم بيسير درتيه واحد المره ثانيك. يعطيك الصحه. خطره كنت في طلاس وقيله درتي هذوك تاع لي زيسكيمو شغل درتيهم بالدجاج هذوك ثاني كسيتهم. يعطيك الصحة يعيشك. ها متتبعة وفية كي قلتي لي طلاسو. أكيد. ربي يحفظك إن شاء الله يخليكم لينا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي ربي يحفظك شافي. يعطيك الصحة. آمين إن شاء الله. شكرا على يا ما نطولش عليك. يعطيك الصحة. ربي يحفظك. قولي لي بك نتفائلوا بك شحال نربحوا اليوم؟ زوج ان شاء الله. ان شاء الله زيرو. يكفونا نربحوا زيرو بعدا حطنا بكل المرات. يا شني لازم. ربي يحفظك ان شاء الله يا ربي. يعطيك الصحه. يعيشك. شكرا شكرا مره اخرى ان شاء الله. يلا لهنايا شتوني وزفت الكريمه الفاكهه بعد نروح نغلق عليها الطبقه الاخيره. شوفوا لهنايا نحبط مليح هذه الطبقه الاخيره. فوالا لهنايا ندير كميه قليله فريمون قليله غير باش تمد لي البنه لانه حنغلف الكاطو تاعي بالشونتيي. فوالا شوفوا الوقت رانا يوم خافوا ستريس واحد ما ذكرني بالوقت. فوالا شوفوا لهنا الطبقه الاخيره. عفوا الطبقه الاخيره ما درتلهاش سيغو ساره معليش. الطبقه الاخيره شربوها باش ديروا لها الكريمه. نفرز هادو ماشي يمنا. فوالا نجيب هذه هنا. شوفوا لهنايا في هاد اللحظه هذه الكاطو يروح يدخل الكونجيلاتور واحد النص ساعه باش هذيك الكريمه تشد روحها. حنا راكو تعرفوا الوقت تاعنا اليوم وزاد راح لنا البد يسمى ضيعنا الوقت بزاف. نوري لكم انا ابوبخي كيفاش تخدموا ومن بعد في الدار خدموا حاجه بخوبخ. هاديه تروح الكونجيلاتور واحد النص ساعه بعد تجبدوها. بعد ما تجبدوها تنحوا المول. كي تكون جمدت تشوفوا المول يتنحى لكم فاسيلمون. شوفوا المونطاج شحال راهو شباب سما هكا راه شغل يبانت ديجا. مع تجمد وتشدروها تشدروها راهي رايحه تجي الشكل تاعها بزاف شباب. واش ندير الطبقه الاخيره؟ نديرو شونتيي لكن انا ماشي شاده روحها ما حاش نديرها دوكا. شوفوا نوري لكم فقط برك تحكموا لي كوتي ديروا لهم هكا كميه تاع لا شونتيي. هالا ومن بعد اشاك فوا تحبوا هاني جايتك من حسام قال لي دوري لهم المشاهدين باش يشوفوا حسام اليوم. حسام وساره راهم قايمين بالمهمه يعطيهم الصحه. هلا شوفوا هي لازم لهنا تجمد. علاش لازم نجمدوها؟ باش لا شونتيي ما تقيش مع لا كريم باتيسير. لو كان جمدت لا شونتيي عفوا لا كريم باتيسير الخدمه تاع لا شونتيي راهي رايحه تجيني سهله. هلا الحسن شوفوا نتوما بعد ما تجمد انا مانيش قادره نخدمها راهي تلقى روحها بزاف. بعد ما تجمد جيبوا لا شونتيي تدهنوها من الفوق من التحت من لي كوتي كامل عفوا من التحت من الفوق ومن لي كوتي. زيدوا ديروها تجمد تجبدوها تشوفوا لي ديفو قال خصتها شويه لا تعاودوا تنقصوا تسقموها مليح قد ما تشد روحها في الفريجيدار قد ما تتحكموا في لو كاطو تاعكم. من الفوق انا لهنايا درت تام الجيري قسمتها نص درت شونتيي فيغ وشونتيي بيضاء وفي الوسط درت هذاك الهلال والورده. عندكم انيفيرسير تاع ولادكم حبيتوا ديروها غير حبيتوا ديروها للدار برك باش تاكلوها واش درتوا لداخل كيوي انانا زينوها من الفوق بالفاكهه. انا الله غالب راهي شاده بزاف تلقى روحها ما نقدرش نزينها. نروح للوصفه تاع الاسكيمو نكمل نوري لكم قبل ما يفوت الحال. فوالا ميم لهنا الشوكولا مازال ما شدت روحها معليش شدت روحها شويه نقدر نخدم. شوفوا هذه الطريقه بزاف سهله. ذوبت شوكولا دهنت المول تاعي خدمت هذا البنيون اللي هو عباره عن كاطو او شوكولا درت له بندق وجوز واني ولميته بشوكولا اتارتيني. ومن بعد واش ندير لهنا؟ ندير كراميل هذاك اللي يتباع في الاسواق. فوالا البنه تاعو بزاف بنينه. ندير كميه قليله عفوا قلت لكم قليله ودرت بزاف روحوا نتوما تفهموا تلمو يعجبني هاد الكراميل. فوالا نجيب لهنايا هذاك المطرق
تاع الاسكيمو راهم يتباعوا في الاسواق هاوليك، وعندو لهنايا الحفره هذيك تاعو، عفوا لهنايا نحاول ندخلو مليح في داك الكاطو ونغلق غير بالعقل على هذاك الكاطو. شوفوا لهنا كي درت بزاف الكراميل راهي تطلع لي، ابي قلت لكم ديروا كميه قليله. نجيب هذيك الشوكولا اللي كنت ذوبتها من قبل ونغلق على هذاك الاسكيمو ديالي. هما وصلناش اسكيمو هادو ما وصلهم، ما قلناهم برك انا راحت فيا اسكيمو. نحاول ندير كميه قليله باش نغلق على هذاك الحبه ديالي، لكن هذه الخدمه تندار بالفريجيدار. خدمتو الشوكولا درتو الكراميل ديروه يشد روحو باش ديروا الطبقه هذه الاخيره تاع الشوكولا. هلا نحاول نسقم هنايا غير بالموس عفوا بالبانسو هذا بالعقل. هلا طريقه سهله. شوفوا انا لهنا زينتهم بعالم الجزائر. نتوما عندكم سابع خدموا هذوك لي موتيف بيبي وديروهم من الفوق. عندكم نجاح تاع باك ولا ديروا لي موتيف، عندكم انيفيرسير ديروا الرقم تاع لانيفيرسير تاع هذاك لونفون ولا البيبي ولا جو سي با وليدكم ولا راجلكم ولا مهم، ديروا لو تام لك وحديروه. اي حاجه تمشي مع لو تام لا حديروه ديروها، اسمها لا ديكوراسيون تولي ليكم. انا اليوم اخترت عالم الجزائر لانه عندنا ليكيب تاعنا راهي راحت تربح، درنا فال باش راح تلعب. شتا قلت لكم راح تربح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. واش ندير؟ نحكم هكا ونحاول نحي داك الزايد تاع الشوكولا. هالا شوفوا بعد ما تجمد تجبدوها من كونجيلاتور وتنقوا كاع داك الزايد تاع الشوكولا. لهنا الشوكولا راهي سخونه، حاولوا الشوكولا كي تذوبوها نحوها من فوق النار باش تعاود تتقال، تقدروا تخدموا بها احسن. لي زيسكيمو لهنايا ما راكمش رايحين تنحوهم دوكا، لهنا تخدموا كامل الاخر تاعكم. لهنا العود هذا تاعكم الا جاكم طويل هكا بزاف كسروا شويه منه. نفس الطريقه ديروا الحبه الثانيه والثالثه حتى تكملوهم. واش ديروا بعد ما تغلقوا عليهم مليح بالشوكولا تدوهم للكونجيلاتور يتجمدوا مليح، وبعد ديموليهم. كيفاش ديموليهم؟ ما تعاودوش تنحوا المطرق، ديموليهم منا. شوفوا لهنا انا راهي سخونه ما نقدرش نديموليها، تنحوها منا وتجبدوها للفوق، ثم هذا يطلع معاكم للفوق تقدروا تنحوها. نروحوا فاصل ولا نزيدو نكملوا شويه ولا قولوا لي دي كيف بيعملش معايا اليوم؟ هلا شويه كراميل. هلا نحكم هذاك الكاطو اللي لميتو بالشوكولا مع المكسرات ونحاول نشكلو على حساب المول وندخلو هنايا. هلا شوفوا كي ما ديروش كراميل بزاف الخدمه تجيكم احسن ما كي ديروا الشوكولا بزاف. هلا الحوص موز الحوص واش عليه هنايا قبل ما تجمد حاولوا تنحوا هاد الزوائد باش الحبه تجيكم نقيه. هو الحاصل كي تنحوه الشكل تاعو التحتاني هذاك اللي من تحت هو اللي حيجيكم من الفوق، ما تخافوش عليه. لكن نيسان راهي رايحه تجيكم شابه. العود هذايا انا جبره بي شويه طويل، حاولوا تنقصوا منه شويه. نزيد بنفس الطريقه نكمل الحبات الاخرين. ليسونسييل لو غاتو تاعكم هذا بعد ما يجمد باش تزينوه ديروا له طبقه مليحه تاع شانتيي ديروه يجمد، بعد زيدو تجبدوه تشوفوا لي ديفو قال الجهه ما تغطاتليش مليح ولا نزيد ندير لها لا شانتيي. لا شانتيي اللي نخدم بها ندير زوج كيسان شانتيي بكاس حليب بارد ولا كاس ماء بارد، ما نديرش كيله بكيله، ندير زوج كيلات شانتيي بكيله تاع ماء بارد ولا حليب بارد باش الخدمه تجيكم متحوفه، لانه الشانتيي كون نزيدوا لها الماء حتطلق روحها. هم يقولوا لي نروحوا فاصل لانه الوقت ما بقاش بزاف. تلقى بكم في طاوله التقديم. ولينا لكم اليوم حصه خفيفه ظريفه مع الحصه اللي تقطعتنا من قبل، ما كملناش جميع المراحل، لكن معليش ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هاد الوصفات مازال يزيدوا يتعاودوا ونزيد نفهمكم مليح بلي ديتاي. انا اليوم قلت لكم درت الفال لانه والفنا نديروا داك الفال نربحوا عليه. هادو لي كوب كيك دي مادلين عادي برك زينتهم من الفوق بعالم الجزائر.
وهذوك اللي كنت تشوفوا فيه هذه لو غاتو اللي كنت خدمته قدامكم بجميع المراحل. برك درت انايا درت وحده كبيره على اللي درتها، قلت لكم قدمت برد قدمت تزيين يجيكم شباب. لهنا من فوق درت شانتيه خضراء اللي هي كشانتيه بيضاء، وفي الوسط درت الهلال والنجمه تاع عالم الجزائر. هاد لي كوب كيك اللي كنت نحكي لكم عليهم من قبل، كوب كيك عاديين يعني خدمتهم معاكم ديجا، ولا تحبوا دي مادلان برك وتزينوهم برك من الفوق هكا على حساب عالم الجزائر. انا درتهم فقط للفال، وهذوك لي ماغنوم اللي راكم تشوفوا فيهم الهيكا درتهم ثاني كيما شفتوا جميع المراحل، خلوهم برك يبردوا، وكل ما يبردوا كي يبردوا يجيكم خدمه شابه. درت تزيين عالم الجزائر، نتوما التزيين ديروا على حساب واش عندكم ايفينمون انيفيرسير زياده عرس احسب شكو حابين بالحاشيات. ما شاء الله على الالوان اللي راهي فوق الطابله، تعرفوا ان شاء الله نربحوا اليوم. راني متفائله خير، تفائلوا معنا ان شاء الله، وان شاء الله مربوحه كما قال. نتلاقاو غدوه ان شاء الله في موعد جديد، في اطباق جديده وصفات جديده في نفس القناه ان شاء الله. انتظرونا.